السلام ديال الله. كيف ديما أحبكم وكيف وعدتكم صفة كي تنصاوبة أنا المدفونة بنينة ورائعة تندير فيها غير في خيضات ديال الدجاج من بعد ما تيتغسلو تنحيد ليهم الجلدة العطرية الملحة البزار القرفة عواد والسكينجبير والخرقوم البلدي الزعفران حر شعرة شوية السمن ديروه وشوية الزيت الزيتون كل شي نخدموه بيدينا شي انسجم مع شي ومن الأحسن نخليهم واحد الساعة حتى لساعتين تلمقانا فهاد الشرمولة هادي داز هاد الوقت كسرون شوية الزيت وغادي نديرو الفخيضات واحد حدا واحد عافية مهيلة ويتقلاو وفين كانوا مشرملين نزيد واحد شوية ديال الماء على ديك الشرمولات تبقى حتى شي حاجة ما تضيع والفخيضات ما نساوهمش نضرو بيهم وانقلبوهم على وجههم ونزيدو عليهم ديك المية اللي زدنا على العطرية اللي بقات نسدو ونخلي واحد خمسة دقائق في نفس الوقت نقطعو واحد ثلاثة البصلات وغادي نزيدوهم على الفخيضات وغادي نحركو ونخليو البصلة تهبط لتحت خصنا البصلة دوب لينا او ترجع لنا زبدة كريم هذا واحد المارق هو اللي باش نرويو فيه رخيزو الكرافس وبصلة تيغليو ما غاديش نديرو بالروي وش بالماء البصلة تدوب تتهبط وهنايا تندير ديجا اللوز يتقلى او يتقلى في الزيت باردة عاد تنشعلو عليه باش ما تيتحرقش لينا البصلة كيشتوها هي هبطات ودابا غادي نزيدو عليها واحد جوج مغارف دولوش كبار من هداك المرق اللي صاوبنا اللي فيه خيزو البصلة وكرافس الماء تيخسر لينا لوغو ديال المرق غنغطيوهم ونخليهم واحد 25 حتى نص ساعة دغيا الدجاج تيطيب واللوز كي قلت لكم ديما الزيت باردة عاد نشعلو عليه ما نديروش في الزيت سخونة يتحرق لنا البرمة غادي نديرو فيها عود ديال القرفة باش ينسم لينا السفة تنزيدو هنايا شوية القزبور على الدجاج السفة هنايا تقريبا 500 غرام دهنوها بالزيت وغادي نخدموها بيدينا تطلق لينا مزيان مزيان حبة حبة كل شيء يشرب الزيت باش ما تعجنش لينا هادشي علاش نديرو ليها الزيت ونخدموها بيدينا هتجينا بحال هكا ودابا الكسكاس من بعد الكسكاس غادي نديروها تفور واحد ربع ساعة الدجاج هو طاب لنا هنايا من بعد ما دازت 25 دقيقة غادي نحيدوه وغادي تبقى لنا ديك لاصوص غادي نزيدوها الزبيب والقرفة مطحونة والعسل عافية مهيلة ما أمكن وغادي نخليوها تجمع لنا تغمر لينا كي تنقولو وديما مع التحرك التفويرة الأولى من بعد ربع ساعة غادي نخويو عليها تقريبا واحد يترو ديال الماء بارد وغادي نهزو الكسكاس وغادا تسقطر غنحيدو داك الماء وغادي نردوها عليه وغادي نزيدو شوية ديال الزيت هنايا الدغميرة ما تنساوهاش ديما مع التحرك هنا كل شي تنخدموه في دقة واحدة السفة عاود نحركو عاوتاني بيدينا ونخليوها وترتاح واحد 5 دقائق وغادي نرجعوها دابا للكسكاس شنو هي التفويرة الثانية ربع ساعة أخرى ها هي دابا
بلا صوص تجمعات لينا وتعلكات ودغمرات باركة غادي نطفيو. تفويرة تانية دازت ربع ساعة وغادي نطلقوها مزيان بفوي بحال هكا ديما شوية الزيت باش ما تلصقش لينا. دابا الماء بارد رش ونقلبوها ورشو ونقلبوها تقريبا واحد كاس ديال الماء كبير حتى تنحسو بها في يدينا طلقات لينا بحال هكا كي تشوفوا. وغادي نزيدو دابا الزبيب ونخلطو كلشي وغادي نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق بحال هكا. وغادي نردوها دابا التفويرة الاخر 15 دقيقة في نفس الوقت الفخيضات غنحيدو منهم اللحيمات ديسوسيو بهاد الطريقة حيت مازال غادي يسخنو لينا مع ديك التغميرة اللي صوبنا وغادي يجيو مدفونين حيت حنا بغينا نصوبو صفة مدفونة. نطلقوه مزيان بحال هكا فين ما كان شي طرف كبير نقطعوه باش نكملوهم كاملين. الدغيميره ديالنا هي هذه غادي نزيدوها عليهم وغادي نشعلو نسخنو كلشي عافيه مهيله نحيدو غير هاد العواد ديال القرفه صافي عطاو المفعول ديالهم. الصفه ها هي تتكمل طيابها في التفويره الاخرى وهنايا نحركو باش يندمجو كلشي بيناتهم. حنا غادي نسخنو عافيه مهيله اللوز اللي قلينا النص ديالو غيبقى صحيح والنص الاخر غادي يتطحن بحال هكا. هذا غادي يجي لفوق ملي غادي نحطو الصفه في الطبصيل. هذا السكر كلاصي وهذه القرفه. دازت ربع ساعة غادي نحيدو الصفة التفويرة الأخرى فوالا نحركوها شوية غادي نزيدوها سكر كلاصي من بعد ما تنديرو شوية ديال الزيت نحركو كلشي بيدينا وها هي الشفة أو الشعرية ديالنا واجدة طبصيل. وغادي نديرو النص ديالها هو الأول ونستفوه وغادي نزيدو دابا داك الدجاج مع الدخميرة اللي درناه يسخن كله وغادي نسرحو غير بيدينا شوية بحال هكا. ودابا علاش تسمى المدفونة حيت غادي نزيدو عليها الصفة من فوقها غادي ندفنوها ما تبقاش بان لنا داك الدجاج. كملناها كاملة نقدوها غير بيدينا نغطيوها ودابا غادي نزوقو. انا خليتها تقليدية بلا زواق بلا والو عادية. غادي ندير غير داك اللوز اللي طحنا من الفوق هو الاول فوقها وغادي نزيدو اللوز اونتي في الجناب والسكر كلاصي خطوط والقرفه حتى هي خطوط عادي سامبل كيف تشوفوها هكا والقرفه سكر كلاصي ولا. وها هو الطبق ديالنا وجد السفة المدفونة بالطريقة ديالي بسيطة تتعجبني هكا تجي لذيذة ورائعة. وهنايا
الا درنا لا فورشيت تخرج لنا لداخل الدغميره مع الدجاج. دقتها وجات واعره كيف ديما. احبكم انا مشيت تلاو